من الواضح أن زيارة بيني غانتس الوزير في حكومة الحرب الإسرائيلية إلى واشنطن كشفت بما لا يدع مجالا للشك أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لم تعد تثق في رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. صحيفة هارتس الإسرائيلية قالت إن زيارة غانتس إلى أمريكا ومقابلة كامالا هاريس نائبة الرئيس الأمريكي ومسؤولين آخرين هي رسالة واضحة إلى نتنياهو بأن غانتس هو الشخص الأنسب للتعامل معه في الوقت الراهن. ويقول محللون إسرائيليون أيضا إن وجود غانتس في أمريكا ليس مجرد زيارة سياسية، بل هي ربما بداية نهاية نتنياهو سياسيا. من الناصرة الدكتور سهيل دياب أستاذ العلوم السياسية، أهلا بك دكتور سهيل. كثير في تحليلات على دلالات هذه الزيارة، أنت كيف تراها زيارة غانتس إلى واشنطن، وخاصة أنه بقولوا زيارة من هذا القبيل يجب أن تتم بموافقة رئيس الوزراء؟ يعني تحياتي لك يا أستاذ محمد ولجميع المشاهدات والمشاهدين. بداية، هذه الزيارة من الزاوية الأمريكية هي تعبير أن الولايات المتحدة وصلت إلى الاستنتاج ليس فقط بنزع الثقة عن نتنياهو، وإنما بدأت بالتعامل الفعلي مع حكومتين في إسرائيل، حكومة رسمية بقيادة نتنياهو وحكومة ظل بقيادة غانتس، وهي تهيئ لذلك لاحقا. الاستقبالات التي تم استقبال بها غانتس في الولايات المتحدة هي أكثر حتى بكثير مما كان يستقبل زعماء إسرائيل بكل الفترات السابقة. وأيضا هذه الزيارة لها أهمية للداخل الأمريكي بالنسبة للحزب الديمقراطي، والذي يريد منها أن يقول للأوساط المتذمرة داخل الحزب الديمقراطي في الولايات المتحدة أن يعني الولايات المتحدة تحاول أن تقوم بتوازن في الموقف تجاه ما يجري في الشرق الأوسط، خاصة باتجاه عقد صفقة وما إلى ذلك. من ناحية، من زاوية غانتس، هي يعني حساب مفتوح وبدء سددان هذا الحساب المفتوح بينه وبين نتنياهو منذ أن يعني تحايل نتنياهو على غانتس وقام بعدم إيصاله إلى رئاسة الحكومة على أساس الاتفاق الذي تم بينهما قبل عدة سنوات. فلذلك هذه الزيارة هي زيارة مفصلية بفترة مفصلية يعاني منها نتنياهو أصعب فترات حكمه، ويحارب على صراع البقاء، وأكثر إمكانية لإزاحته عن المسرح السياسي هي هذه الفترة. مظبوط أنه قيل أيضا أنه حاول نتنياهو أن يؤمن زيارة لواشنطن في يعني الفترة الأخيرة، وأيضا غير مقبولة هذه الزيارة، وبالمقابل تفتح الأبواب لغانتس. هذا صحيح، ولكن أكثر ما يكسر ظهر نتنياهو يعني ثلاثة أمور. هذا الأمر أولا، العلاقة مع الولايات المتحدة، وأنه يعني ليس هو الأول والأخير في الولايات المتحدة. النقطة الثانية هو عصيان وزير الجيش جالانت في الأسابيع الأخيرة وفي الأسبوع الأخير خاصة، ووصلت الأمور بينه وبين نتنياهو لدرجة القطيعة، ليس فقط على قانون الخدمة في الجيش حيث تماهى جالانت مع موقف غانتس وأيزنكوت مقابل موقف نتنياهو وسموتريتش، وإنما أيضا أمام الجهاز الأمني في إسرائيل، وهذا مهم من حيث صفقة تبادل الأسرى الذي يجري حديث عليها في القاهرة، أن الجهاز الأمني الشباك والموساد يقفان ضد موقف نتنياهو وشروطه التعجيزية لمثل هذه الصفقة. وكان اليوم قبل ساعتين اجتماع للكابينيت، حيث غالبية أعضاء الكابينيت بقيادة من الأجهزة الأمنية يعني توجهت لنتنياهو بسحب هذه الشروط التعجيزية في لائحة أسماء الأسرى الإسرائيليين في
قطاع غزة، وأن عددا من الشروط التي يضعها نتنياهو غير واقعية الآن وقبل أوانها يعني، فلذلك لا حاجة لها إطلاقا لتنفيذ مثل هذه الصفقة. فلذلك إذا رأينا كل الصورة العامة، ما يجري بالولايات المتحدة مع جانس وزيارته، ما يجري مع جالانت عضو حزب الليكود مع نتنياهو، ما يجري في الأجهزة الأمنية والوضع الداخلي بإسرائيل الذي تحول من تصدع إلى يعني تمزق، دعني أقول ويعني أراهن على هذه الكلمة لأنها هي الوصف الدقيق للوضع الحالي الموجود في إسرائيل. طيب حتى يوصلان كل هذا نعم من قبل 7 من أكتوبر كان في زيارة لجانس لأمريكا أيضا، وكان بعده خارج يعني السلطة مش بمجلس الحرب، وقيل وقتها أنه رأوا أنه الأنسب لوضع يعني إسرائيل في المسار اللي يتوافق مع أهداف أمريكا، وكان ما له علاقة حتى في يعني محاولة الوصول إلى تطبيع مع السعودية. سؤالي هو لماذا يعني قدمت هذا؟ ماذا ترى واشنطن في جانس تحديدا؟ جانس هو يمثل الدولة العميقة الإسرائيلية، هذه الدولة العميقة المتمثلة فيما يسمى التيار الليبرالي العلماني الصهيوني، مقابل التيار الذي يعني يدعمه اليوم نتنياهو، لم يكن منه في السابق ولكن في السنة الأخيرة هو يعني أصبح أسيرا له، وهو التيار التلمودي اللاهوتي الصهيوني. وهذا الصراع بدأ منذ عدة سنوات مع تغيرات في المجتمع الإسرائيلي، كانت الذروة فيما يسمى الانقلاب القضائي الذي أراد نتنياهو قبل 7 أكتوبر، وكانت المظاهرات الكبيرة وإلى آخره. فلذلك هو هذا التيار، هذا ما يسمى الدولة العميقة الإسرائيلية، هم كبار الجنرالات في الجيش، هم كبار الاقتصاديين في الهاي تيك، هم الأجهزة الأمنية في الموساد والشباك يعني يسيطرون بشكل كبير، وكان لهم صراع كبير مع مجموعة نتنياهو في السنة الأخيرة. فلذلك بالنسبة للولايات المتحدة جانس هو الدولة العميقة، وهو الذي يتماهى مع الرؤية للدولة العميقة الأمريكية، وهو يمثل هذا التيار. وعلى فكرة غالبية النخب السياسية الحالية في إسرائيل يتميل إلى هذا الموقف في التماهي مع الموقف الولايات المتحدة. في نقطة فارقة وهي قضية التوجه للقيادات الإسرائيلية سواء نتنياهو أو جانس بما يتعلق في الحزب الديمقراطي الذي يرأسه بايدن. لنتنياهو تاريخ سيء جدا مع الحزب الديمقراطي في منذ 2015 وحتى الآن وقبل ذلك، ولكن 2015 كانت المحطة الأبرز في فترة أوباما وتواصلت في فترة بايدن، بينما جانس هو يرى أن الحزب الديمقراطي هو يعني قريب لأفكاره. نقطة أخيرة بهذا الموضوع وهي ما يتعلق في الجاليات اليهودية واللوب، ما يسمى اللوب الصهيوني في الولايات المتحدة. غالبية اللوب الصهيوني في الولايات المتحدة يؤيد الحزب الديمقراطي، غالبية اللوب الصهيوني في الولايات المتحدة يؤيد الدولة العميقة لإسرائيل وليس نتنياهو بالظروف الحالية. كل هذه الأمور تشجع بايدن للقيام بمثل هذه الخطوات، وهو يعني مطمئن أن قسم كبير وعريض في المجتمع الإسرائيلي سيدعم هذا التوجه. علي أن أشير نهاية إلى تفضل. نقطة، أن أمس كان هناك استطلاع في القناة 13 تحدثت عن كيف ستكون نتائج الانتخابات فيما إذا أجريت الآن، وكان الفرق كبيرا بين جانس ونتنياهو 39 مقابل 17 عضو برلمان، وهذا يعني وكان معروفا قضية زيارة جانس إلى الولايات المتحدة، يعني زيارة جانس للولايات المتحدة عمقت الهوة ما بين جانس ونتنياهو لصالح ايوه جانس. ولكن هناك رقم مهم آخر
وهو لافت، وبرأيه هو انقلاب في الرأي العام الإسرائيلي، أن 53% من المجتمع الإسرائيلي يرون أن نتنياهو يريد إطالة هذه الحرب لأهداف سياسية وشخصية، وهذا لم يكن رأيا موجودا على الإطلاق بهذا الشكل وبهذه القوة منذ بدء العدوان على غزة. بس انت يعني كيف اجت المفارقه؟ انه انا كان سؤالي الاخير متعلق بهذه الاحصاءات، لانه قرات من معاريف انه ايضا عملت احصاء واستطلاع راي، قالوا 48% يرون جانس الانسب لرئاسه الوزراء، 32% نتنياهو الانسب. يعني ايضا بدانا نتحدث عن عده استطلاعات مختلفه ترجح جانس على نتنياهو في الشارع الاسرائيلي. هذا صحيح، ولكن إشارة إضافية من قراءتي، ويعني أريد أن أعرضها أمامك فضل. وأمام المتابعين. الثابت هو أن نتنياهو في يعني أسوأ أيام حياته السياسية، هذا لن يتغير، يعني هذا الأمر الثابت الباقي. قضية جانس، الجميع لأنهم لا يريدون نتنياهو الآن وأمامهم جانس فيعطون لجانس، ولكن فيما إذا جرت الانتخابات برأيي أن هناك ستكون عوامل إضافية وهياكل سياسية جديدة وتنظيمات جديدة وقوائم جديدة، جانس لن يحصل على مثل هذا الوسع، ولكن لن يذهبوا بعيدا لصالح نتنياهو أو أي من أطراف حلف نتنياهو، ولكن سيكون هناك توزيعات أخرى. على سبيل المثال جالانت يعتبر نفسه أحد الإمكانيات للترشح، وكان هناك استطلاع حيث قال أنه إذا ترشح جالانت برئاسة قائمة سيحصل على 9 أعضاء برلمان. هنالك بنت رئيس الوزراء السابق، وقال أنه إذا فيما إذا ذهب للانتخابات سيحصل على 14 عضو برلمان حسب الاستطلاعات. وهنالك شخصيات أيضا جديدة مثل يوسي كوهن رئيس الموساد السابق الذي أعلن أنه على استعداد أن يذهب للانتخابات. أضف إلى ذلك أن حلفاء جانس مثل أيزنكوت هناك من يدعوه ليرأس قائمة وسط يسار مع حزب العمل وآخرين، وهو يفكر بذلك، وهذه قضية إذا تمت ستؤثر على جانس وما إلى ذلك. أو ما أردت أن أقوله من هذا الاستعراض السريع هو أن الثابت أن نتنياهو لن يستطيع أن يطير، أن يذهب إلى الأعلى، بينما جانس هناك الإمكانيات ما زالت مفتوحة. شكرا لك من الناصرة الدكتور سهيل دياب أستاذ العلوم السياسية.